12 من ديسمبر كانون الأول 2019. أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها لليلة. تعقيدات تشكيل الحكومة اللبنانية تزداد. باسيل يعلن اليوم أنه لن يشارك في حكومة تكنو السياسية يا أسوأ الحريري لأن مصيرها الفشل. فهل تؤلف حكومة تضرب الميثاقية بغياب المكونات المسيحية الأساسية؟ توتر في العلاقات الألمانية الروسية. برلين تطرد دبلوماسيين روسيين وموسكو تعترض. ما الذي يحدث بين البلدين؟ بين الثوب الفلسطيني والثوب الأردني حكاية خيوط وتاريخ وثقافة مشتركة. في المشهدية نروي حكاية الثوب بين مدن فلسطين والأردن. من منا يستطيع التخلي عن الواتساب؟ إجراءات جديدة تحد من إرسال إعلانات واستياء من آخر إجراءات الشركة من المستخدمين. ما هو مستقبل عالم واتساب؟ لا شيء سوى الحكومة. لبنان يحتاج بصورة عاجلة إلى حكومة تدير أزمته. إنما تشكيل تلك الحكومة يشهد يوميا فصولا من الدراما الواقعية المعقدة بتوازنات داخلية دقيقة. فقد أعلن رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل إحجام حزبه عن المشاركة في حكومة جديدة. إذا أصر الرئيس الحالي على معادلة أنا أو لا أحد، وأصر حزب الله وأمل على مقاربتهم لمواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنو سياسية برئاسة الحريري، نحن كتيار وطني حر كتكتل لبنان الأول مع ترك الحرية لمين بيريد من الحلفاء، نحن ما بهمنا إن نشارك بهيك حكومة لأنه سبب واحد، لأنه مصير الفشل حتما. باسيل كان زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي نقل عنه التمسك بمشاركة التيار الوطني الحر في أي حكومة مقبلة، واعتماد الممانعة بالنسبة طبعا لباسيل اعتماد الممانعة البناءة للسياسات النقدية ومقاومة منظومة الفساد، هذا ما عبر عنه باسيل في الواقع. إنما تشكيل الحكومة مشاهدينا يتخذ بعدا دوليا أيضا. فالولايات المتحدة تضع شروطا بتأليف حكومة تكنوقراط يرأسها الحريري، بينما يصر حزب الله وحركة أمل على حكومة تكنو سياسية. أمام تلك المشهدية نحن ليلة سنطرح أسئلة ثلاثة. أولا، ما دلالة خطوة التيار الوطني الحر؟ ثانيا، ما هو الأفق لتشكيل الحكومة؟ ثالثا، كيف ستدار أزمة لبنان الاقتصادية الخانقة؟ نجيب عن هذه الأسئلة مع ضيف مشهد ساخن لهذه الليلة، الصحفي والمحلل السياسي يونس عودي. مساء الخير أستاذ يونس، وأهلا بك معنا في المشهدية. والواقع اليوم، هل تعتقد أن رئيس تيار الوطن الحر جبران باسيل أعاد خلط الأوراق في الموضوع؟ أنا أعتقد أن هذا المسار كان معدا له منذ أيام، وهو قام اليوم بعملية الإخراج النهائية للمسار بعدما حاول الجميع أن يلصق المشكلة بأنها في شخص جبران باسيل. هو قال بأن كأن الحريري يتصرف على اعتبار أنه يعني غير معني بهذه المشكلة، وكأن المشكلة كلها تقع على الآخرين في الحكومة. نعم، مشكلة علما الفساد أن الحريري وسياسات حكومات الحريري، وكل الناس تعرف أن رئيس الحكومة هو الذي يدير الحكومة، وبالتالي هو المسؤول عن كل أداء الحكومة وعن كل الهدر في المال العام وعن كل الارتكابات باعتباره هو رئيس السلطة التنفيذية. وبناء عليه إذا كان الحريري يهرب كما عادته ويلصق التهم بالآخرين لإنقاذ وجهه، هذا لم يعد واردا. لذلك أنا أعتقد أن باسيل أخرج اليوم، الوزير باسيل أخرج هذه العملية لقول إذا تعتقدون أنني المشكلة أنا خارج اللعبة فتفضلوا، المشكلة الكبرى آتية إذا شكل تمكن الرئيس سعد الحريري من تشكيل حكومة جديدة. في مجموعة نقاط يجب أن نفهمها بخطاب جبران باسيل الوزير وزير الخارجية، خصوصا عندما يتحدث عن أن أي حكومة ستشكل هو حكومة تكنو سياسية إذا كان في إصرار من الرئيس الحريري على أن يحكم لوحده،
وبمنطق أنا أو لا أحد كما استخدم، كما قال بأن حزب الله وحركة أمل يعني الحلفاء يصرون على أن الحل للمواجهة الدولية، وهذه مسألة مهمة جدا، بأن تكون هناك حكومة تكنوسياسية برئاسة سعد الحريري، معناه أن مصيرها سيكون حتما الفشل. حتما. هل تعتقد ذلك؟ حتما، باعتبار أن إذا فصلنا السؤال إلى عدة نقاط. النقطة الأولى هي أنه يريد أن يحكم منفردا، وهي المطالب التي طرحها قبل مدة، لأنه يريد هو أن يشكل أو يختار كل الوزراء، أن يأخذ صلاحيات تشريعية بمعنى إلغاء كل مكونات الدولة الأساسية، إن كان رئاسة الجمهورية أو المجلس النيابي أيضا. فهذا الشق أنا لا أعتقد أنه يمكن أن يسمح به، بمعنى أنه إذا تجاوز الحد في هذا الموضوع يسقط في مجلس النواب بكل بساطة. الشق الآخر في المواجهة السياسية الذي يتركز في الموضوع الأمريكي إذا جاز التعبير، وجزئيا أوروبا التي أبلغت، الاتحاد الأوروبي أبلغ، وأيضا عبر الاتحاد الولايات المتحدة الأمريكية قبل فترة بأن لا مشكلة لديهم إذا لم يكن سعد الحريري رئيسا للحكومة، يكون شخص عنه يعني. بس هو يقول يعني وكأن الأوساط تنقلت في مرحلة بأن الأوروبيين والأمريكيين يصرون على وجوده في رئاسة الحكومة، صحيح؟ نعم، هم في البداية كانوا يصرون، لكن في المرحلة الأخيرة لم يكونوا مصرين، لذلك هو ذهب ليأخذ الغطاء من المفتي بأن يكون هو الشخصية الوحيدة، بمعنى أنه يقول للأمريكيين أن أنا الوحيد الذي لديه الغطاء من المذهب. صحيح. تحدث باسيل، بما أنك تحدثت عن مسألة المفتي، بمفهوم الميثاقية، ونحن نعلم في لبنان مفهوم الميثاقية كرس طبعا في اتفاق الطائف، بس تم العبث به في فترة من الفترات. يقول جبران باسيل أنه لا يمكن العودة إلى مرحلة 90-2005. الآن هو كأنه توجه إلى حلفائه، إذا كنتم يعني لا تريدون ضرب هذه الميثاقية إذن عليكم أن تتصرفوا بغير طريقة، أو ربما الضغط على الرئيس الحريري لكي يرشح شخصا عنه. هل تعتقد أن مسألة الميثاقية اليوم في لبنان يمكن أن تعود بنا إلى ما قبل 2005؟ يعني إذا ضربت الميثاقية فهذا يعني أننا أمام منعطف خطير في لبنان. لماذا؟ لأن إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار وجهة نظر أكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي، فهذا يعني أن هناك من يريد المغامرة في مصير شريحة كبيرة من الشعب اللبناني، هي وما أفرزته الانتخابات. نعم. طبعاً نتحدث عن أكبر كتلة، نتحدث عن كتلة التيار الوطني الحر. صحيح. ما رأيك أستاذ يونس أن نرى ماذا قال جبران باسيل وزير خارجية رئيس التيار الوطني الحر في هذه النقطة تحديداً، مشاهدينا، نقطة الميثاقية وأهميتها في لبنان؟ الرئيس الحريري كمان مش قادر حتى ولو حاول أنه يعتمد معاهدة الميثاقية بالتكليف ويتجاوزها بالتأليف، لكن للأسف عم يحاول يطرح معادلة انه من نوعه كرئيس كتلة المستقبل بقوة الميثاقية بترأس الحكومة. أولا بلغي الآخرين، بس مرحلة 90-2005 والغاء الآخر ولت لغير رجع. نحن ما بنقدر نقبل انه حدا يركب موجة الانتفاضة مين ما كان المحقق ضد الفساد طيده بالميثاقية، يعني التوازن بالشراكة المسيحية الإسلامية والمناصرة الفعلية. أستاذ يونس، هذا الخيار الذي ذهب إليه جبران باسيل، هو قال بأنه لن يعطل الحكومة، لن يكون، لم يستخدم مصطلح معارضة بالمناسبة، استخدم مصطلح مقاومة الفساد، ممانعة بناءة للسياسات النقدية، يعني لم يقل أنني سأجلس في المعارضة. هل تفهم كيف تفهم وضع التيار الوطني الحر يعني إذن؟ هنا هذا الأمر مرتبط بكيفية تشكيل الحكومة، وأيضا مرتبط بالبيان الوزاري للحكومة. فقبل أن نذهب إلى هاتين النقطتين، هو لا يحدد خيارات، هو يقف الآن في الوسط ليرى ماذا سيحدث، هل
يتم احتواء الموضوع أو يذهب في المعارضة، لكن هو وضح تماما أن هذه المعارضة لن تكون معارضة كيدية. بهالمعنى، يعني كما كان يستخدم الطرف الآخر عندما كان في المعارضة في السابق. لكن هو أيضا قدم نفسه كمنقذ في مرحلة لاحقة، أنه هذه الحكومة ستفشل حتما إذا كانت تركيباتها، ولا أريد أن أدخل في هذا الفشل بهذا المعنى. يعني بهذا المعنى، المعنى الخلاصة أنكم ستعودون إلي إذا لم تتمكنوا من معالجة الوضع، وعلى رأس هذه الأوضاع هي مسألة الفساد وأيضا الوضع الاقتصادي بصورة أولوية. يعني تعتقد أن في ضغوط على الوزير جبران باسيل الأمريكية للذهاب إلى هذا الخيار؟ لأنه كان في كلام، الضغوط كانت واضحة، لا يريدونه في الضغوط كانت واضحة منذ فترة، منذ المقابلة مع السي أن أن في البداية، عندما سئل، عندما قيل له أنت لست رجل أمريكا، مع البي بي سي قال أنا رجل لبنان. نعم، وأيضا ورجل الحريري، والحريري هو رجل أمريكا، قال لا يشرفني أن أكون لا رجل أمريكا ولا رجل غيرها. يعني وبالتالي في هذه النقطة اعتبر الأمريكيون أنهم قادرون على توجيه ضربة قاسية له. جاء خطابه أيضا في الجامعة العربية، في جامعة الدول العربية، وكان هذا أيضا خطاب محوري في ظل الهجوم الإسرائيلي على دول الخليج. ومحاولة التطبيع، والآن بتنا في مرحلة أخرى، ذاهبون باتجاه توقيع معاهدات عدم اعتداء. يأتي هذا الموقف في الجامعة العربية ليضرب، إذا جاز التعبير، المسار الأمريكي في أخذ العرب إلى أمكنة أخرى. وهذا جعل بعض الدول العربية أيضا تستيقظ، ولو قليلا ولو مرحليا، في الاصطفاف في هذا المجال. لذلك الأمريكيون الآن من الطبيعي يعني أن يمارسوا هذا الضغوط. أستاذ يونس، جبران باسيل في تأييده ل، مش كي لا نقول حزب الله، إنما هذه السياسة، هذا الخط، العودة إلى سوريا، يقول بالعودة إلى سوريا، يستقبل بومبيو ولا يقبل أن يجري ضغطا على حزب الله كما كان يطلب بومبيو بشكل مباشر، يعني في وزارة الخارجية اللبنانية. يعني ذهب بعيدا ربما في، هو مارس قناعاته الوطنية بكل بساطة. يعني هو هذا المسار ليس جديدا. أيضا هناك اتفاق بين تيار الوطن الحر وحزب الله، وهو ملتزم بهذا الاتفاق. وأيضا شخصيته، وهو عبر أكثر من مرة عن هذا الموضوع، نذكر كلنا عندما تحدث نتنياهو في الأمم المتحدة عن مصنع صواريخ على طريق المطار، أتى بكل الدبلوماسيين وعلى المنطقة التي تحدث عنها نتنياهو. إذن هو في مسار وطني، رأس حربة في هذا المسار، يعني رأس حربة، هو يعني يمارس قناعاته السياسية وفق المفهوم الوطني الذي يراه في مواجهة حملة على لبنان، في مواجهة عدو أيضا لا يزال يتربص، وهو لا يوفر فرصة إلا ويتحدث عن الانتقام من لبنان ومن المقاومة على وجه التحديد. كان ملفت عندما تحدث عن حسابات الربح والخسارة، عندما قال نحن إذا ما استمرينا في هذا الخط سوف نكسب سياسيا، يعني إذا ما عدنا إلى الحكومة، إنما سنخسر في المقابل، يعني لأنه الآن توازنات أصبحت مختلفة. شو يعني هذه مسألة الخسارة؟ ما الذي سيخسر؟ الخسارة في التيار الوطني الحر إذا استمر في الحكومة، إذا استمر في الحكومة يخسر شعبيا أيضا. وهو المهم أنه مارس عملا سياسيا منذ عودة الرئيس عون من المنفى، مسار وطني يريد للبنان أن يكون فعلا لبنان قوي محصن. إذا ذهب إلى حكومة من هذا النوع بهذه الشروط سيخسر في المسار الشعبي، ولكن إذا خسر الحكومة يكسب التيار الشعبي الذي حتما سوف يتصاعد إذا تشكلت حكومة بدون التيار الوطني الحر، وبالتالي يمكن العودة هذه السلطة في لبنان، ما هي مثل الموج، ممكن أن تذهب ويأتي البديل ويمارس عندها مشروع، يمارس ما يؤدي إلى تنفيذ مشروعه. تماما، ما قلته يدفعني لأسألك عن الحكومة. نحن في لبنان على أبواب استشارات نيابية الأسبوع المقبل الاثنين، يبدو أنها لن تتأجل لغاية الآن، لا نعلم، ربما قد تتأجل. ما رأيك؟
معقول تتأجل الاستشارات؟ يعني أنا أقول الآن في النسب 50% تتأجل و 50% تحدث. لأنه نحن كانت على الحد 90% رح تتأجل صحيح؟ كانت كأنها محسومة نهار التنين أنه لن تتأجل؟ إيه؟ أنا أعتقد خلافا لذلك. لماذا؟ أعتقد بناء على المسار الذي نراه. من سيطلب التأجيل؟ أنا أعتقد هنا الآن النقطة. وإذا ذهبنا إلى الاستشارات وهو يعني إلى حد بعيد ربما لن يحدث. يسمى الرئيس سعد الحريري برأيك؟ يسمى أظن بحوالي 50 نائب. يعني لن يكون هناك إجماع قوي على لا لن يكون هناك إجماع حتما. هذا الأمر لن يمكنه لأن هو لم يسلف شيئا. هذا الأمر لن يمكنه من تشكيل حكومة؟ ربما يشكل، لكن الثقة التي ستكون كم ستكون نسبتها؟ ما هي؟ يعني لا الثقة غير يعني خلافا للتسمية، الثقة على البيان وعلى الوزراء. فإذا أخذ ثقة هزيلة يعني 65 زائد 1 2 فهو يكون أيضا تحت الرقابة الكاملة. إذا صح هذا السيناريو نحن أمام تحالف رباعي جديد. يعني ليس تحالف، لم يكن هناك تحالف، بس عندما يكون حزب الله حركة أمل مستقبل اشتراكي ربما يعني في نفس حتى الآن في نفس الحكومة حتى الآن يعني في رأيي تحالف رباعي. حتى الآن في رأيي حزب الله يدرس إمكانية المشاركة أو عدم المشاركة أيضا، ليس محسومة بالنسبة ليس لحزب حتى الله حتى هذه اللحظة. لا مواجهة الخارجية نعم. للحزب راهنا تقتضي أن يكون داخل الحكومة، ليس كذلك؟ لا ليس بالضرورة، هي ممكن وممكن لا. يعني يمكن أن يكون هناك ضمانة داخل الحكومة في المواجهة، وليس بالضرورة أن يكون الحزب. من سيقوم بهذه الضمانة؟ هناك حليفه يعني أو أنا أعتقد وجود شخصيات قريبة منه. ما هي الشخصيات التي سوف تتكون منها الحكومة؟ نعم. وبناء عليه يمكن أن نرى ماذا يمكن أن يحدث. أنا أعتقد أن حزب الله خلال ساعات سيحكم، يعني سيستخلص ماذا يمكن في كلام السيد نصر الله غدا. يعكسه كلام السيد مساء، سنفهم كثيرا غدا إذا طبعا عندما يتحدث السيد نصر الله الأمين العام لحزب الله. هنا السؤال، هذا السؤال المصيري يمكن على التسميات الكبرى في لبنان للظروف الظرف السياسي. في منذ بداية عهد الرئيس ميشيل عون لليوم عاش لبنان بإطار ما سمي التسوية الرئاسية. نعم انتهت اليوم خلاص، انتهت طبعا. أنهاها الحريري أصلا باستقالته أولا، وأنهاها أكثر بتلكؤه عن القيام بواجباته بعد الاستقالة، ودفنها بسيل. ودفنها بسيل اليوم قرأ عليها الفاتحة كمان انتهت طبعا، هي ما يعني بحالة وفاة. شكرا جزيلا لك أستاذ يونس عودي الكاتب والباحث في الشؤون السياسية على انضمامك لنا في المشهد الساخن. مشاهدينا قبل أن نختم هذا المشهد، ما رأيكم؟ لأنه تحدثنا عن تسوية سياسية وعن يعني وفاتها ونهايتها، أن نستذكر سويا كيف بدأت هذه التسوية السياسية. مهم جدا أن نذكركم كيف ولدت، كيف عاشت، وكيف ماتت، في القصة كاملة. قصة التسوية الرئاسية في لبنان بدأت في أيار مايو عام 2014 حين انتهت ولاية الرئيس اللبناني ميشيل سليمان، حينها من دون الاتفاق على خلف له. بلغ الانقسام السياسي مداه وسط حدة الخلاف حول هوية الرئيس العتيد، مع ذيول خارجية دائمة للأزمات في لبنان تجسدت باتهامات متبادلة بالتعطيل. تمسك حزب الله مشاهدينا بترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون للرئاسة بصفته الطرف الأكثر تمثيلا للمسيحيين وفق الانتخابات النيابية. طالب الحزب بإجماع نيابي بترشيح عون، ولوأدي أي مفاجأة في البرلمان قطع الحزب وحليفه التيار الوطني الحر آخر جلسات الانتخاب لعدم توفير النصاب القانوني. كما عاش لبنان سنتين من الفراغ
الرئاسي أخفق خلالها مجلس النواب في 45 جلسة بانتخاب الرئيس، فالدستور ينص على ضرورة أن ينال الرئيس المنتخب ثلثي أصوات النواب في الدورة الأولى والأكثرية العادية في الدورات التالية. حرك رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بعدها رقعة الشطرنج الجامدة على خط الرئاسة، فبعد سلسلة جلسات حوار ثنائية تبنى زعيم تيار المستقبل ترشيح النائب سليمان فرنجي للرئاسة، الحليف الآخر لحزب الله، في محاولة لإحراجه. إنما رد حزب الله كان على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله بالتمسك بترشيح عون كالتزام أخلاقي. نحن يا بيك نثق بك، وانت صديقنا وحليفنا، ونعتبر أنك تملك مواصفات ولائق أن تكون رئيس جمهورية. ما عندنا نقاش في الموضوع، لكن نحن عندنا الالتزام الأخلاقي والسياسي مع العماد عون. فما كان من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلا أن تبنى ترشيح عون رفضا لترشيح فرنجي والاستفراد حليفه الحريري بهذا القرار. جاء ذلك بعد سلسلة جلسات حوار أيضا أفضت إلى ما عرف بتفاهم مع عراب، سعى جعجع إلى أن يكون من خلاله عراب انتخاب الرئيس بعد تأمين الغطاء المسيحي، وبالتالي حجز مكانا في مقدمة صنع القرار السياسي في العهد الجديد. أعلنوا وبعد طول دراسة وتفكير ومناقشات ومداولات في الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، تبني القوات اللبنانية لترشيح العماد ميشيل عون. ظن الجميع أن وصول عون إلى قصر بعبدبات حتميا بعد اتفاق مع راب بين الخصمين اللدودين، لكن الأمور عادت إلى المربع الأول، ما اضطر رئيس تيار المستقبل إلى فتح حوار أفضى إلى تبنيه ترشيح عون للرئاسة. أوصلت التسوية الرئاسية عون إلى قصر بعبدة وأعادت الحريري إلى السرايا الحكومية مع كلام عن سلة من بين ما تضمنته الاتفاق على قانون الانتخابي على أساس النظام النسبي. بناء على نقاط الاتفاق التي وصلنا إليها، أعلن اليوم أمامكم عن قراري تأييد ترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. هذه كانت إذن قصة التسوية الرئاسية في لبنان، التي عمليا حسب ما يؤكد المراقبون أنها انتهت بشكل فعلي. نختم المشهد الساخن ونذهب فورا إلى المشهد السياسي. سياسية بين روسيا وألمانيا، فعلى خلفية مقتل مواطن جورجي في برلين قررت ألمانيا طرد دبلوماسيين روسيين تقول إنهما على علاقة بالحادثة. روسيا استدعت السفير الألماني على أراضيها، والرئيس بوتين هدد أيضا بالتعامل بالمثل. فما الذي يحدث بين برلين وموسكو؟ وهل نحن ذاهبون إلى توتر أكبر؟ نسأل الآن زميلنا سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو عما يحدث. مساء الخير سلام، وأهلا بك معنا. أولا، ما القصة يعني؟ ما قصة هذا الرجل الجورجي الذي قتل في برلين؟ لماذا الاتهام يوجه إلى موسكو؟ مساء الخير لنا. طبعا فعلا نحتاج في البداية أن نعطي خلفية لهذه الأزمة الدبلوماسية بين موسكو وبرلين. فالشخص الذي قتل في العاصمة الألمانية برلين هو قائد ميداني سابق في العصابات الإرهابية التي كانت تنشط في الشيشان، وهو في الأصل يعني كان يحمل الجنسية الجورجية، لكن كما معروف الشيشانيون أيضا يعني ليس فقط في جمهورية الشيشان التابعة لروسيا يقيمون، وإنما أيضا يقيمون في بعض المناطق الحدودية في جورجيا. فهذا الرجل الذي اغتيل أو قتل هو كان من شيشان جورجيا، وكان قائدا ميدانيا إبان الحرب الشيشانية الثانية. طبعا التحقيقات الأولية في ألمانيا أشارت إلى أن شخصا يحمل الجنسية الروسية ويعتقد بأن هذه الجنسية مزورة، يعني قد يكون جواز السفر الذي كان يحمله هذا الشخص هو ليس حقيقيا، هو مواطن روسي أو ينتمي إلى روسيا. ولذلك يعني في بداية التحقيق في هذه العملية تواصلت برلين مع موسكو عبر الأجهزة الأمنية وأجهزة حفظ النظام
لكن المعلومات التي قدمتها روسيا يبدو أنها كانت غير مقنعة للجانب الألماني، لذلك تعتقد ألمانيا بأن روسيا ربما تكون على علاقة بقتل هذا الفيشاني. طب الآن روسيا ماذا ستفعل؟ كيف سترد؟ يعني بأي إجراءات ربما قد تتخذ بعد طرد دبلوماسيين من سفارتها؟ روسيا يعني قامت بردا متوازيا ومماثلا بإعلان شخصين دبلوماسيين ألمانيين بأنهما غير مرغوب فيهما في روسيا، وتم استدعاء السفير الألماني في موسكو وتم تبليغه بهذا الشأن، وخلال أيام يفترض أن يغادر هؤلاء الدبلوماسيان الاثنان روسيا. يعني روسيا في البداية عندما نشبت هذه الأزمة قالت أنها سترد بالمثل على الإجراء الألماني. طبعا هذه المسألة ليست جيدة في العلاقات بين موسكو وبرلين، خاصة على ضوء الكثير من القضايا، مثلا على سبيل المثال موضوع مد انبوب الغاز الذي يربط روسيا بأوروبا عبر البحر البلطيق مرورا بألمانيا. هناك ممانعة كبيرة من الولايات المتحدة وأقرب حلفائها في حلف شمال الأطلسي بعدم يعني بعرقلة هذا المشروع. فهنا ينظر إلى هذه المسألة هي محاولة يعني تعكير أجواء العلاقات بين موسكو وبرلين في محاولة لتعطيل تشغيل هذا الخط. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك أيضا بعض الأطراف التي تريد أن تسيء إلى العلاقة بين روسيا وألمانيا من زاوية الأزمة الأوكرانية، خاصة بعد اللقاء نورماندي الذي جرى مؤخرا بين قادة كل من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا. هناك أيضا يعني من يريد أن يعرقل هذا المسار، مسار الحل السلمي للأزمة في شرق أوكرانيا، فأيضا يجري الضرب بين موسكو، يعني الإيقاع بين موسكو وبرلين. طبعا أمور كثيرة أخرى تتعلق بالعلاقات بين موسكو وبرلين، لأنه تاريخيا كانت العلاقات بين روسيا وألمانيا، بين الاتحاد السوفيتي السابق وألمانيا، كانت علاقات جيدة، وكانت ألمانيا إلى حد ما تلعب دور أحيانا دور حتى الوسيط بين روسيا والعالم الغربي، والإساءة إلى هذا العلاقات سيغلق باب أخرى في الحوار بين روسيا والعالم الغربي. فلذلك من كل هذه الزوايا الإساءة إلى العلاقات بين الجانبين هي ليست في صالح روسيا وأيضا ليست في صالح ألمانيا، فلذلك تجري هذه المحاولات. لكن في كل الأحوال حتى الآن لم تقدم ألمانيا أدلة دامغة تثبت تورط روسيا في هذه المسألة. لكن من الناحية الأخرى نحن نعرف أن الرئيس بوتين وأن روسيا لا تتسامح مع الإرهابيين الذين شنوا حربا إرهابيا على روسيا، خاصة يعني القادة الميدانيين. ونعرف يعني هناك الكثير من الحالات المماثلة عندما قامت روسيا بتصفية الإرهابيين حتى خارج روسيا، لكن لا توجد أدلة لكي يعني نجزم بأن روسيا فعلا هي تقف وراء هذه الحادثة، ولا سيما أن هذا الرجل هو مطلوب عبر الانتربول وهو مدان في جورجيا، فما الداعي من اغتياله إذا كان هو بالأساس سيتم الإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى جورجيا ليقضي محكومية هناك. فلذلك تساؤلات كثيرة، وهذه كلها التساؤلات تصب يعني تحديدا في مسألة محاولة بعض الأطراف للإساءة للعلاقات بين موسكو وبرلين. تماما، سنرى ما ستحمله الأيام المقبلة. إذن ربما تكشف عن طرف ثالث كما حللت لنا الآن المشهد. سلام العبيدي، مدير مكتب الميادين في موسكو، شكرا جزيلا لك زميلنا سلام على انضمامك لنا في المشهدية. مشاهدينا، فاصل قصير جدا، نعود بعده لمتابعة المشهدية، فابقوا معنا. جديد، أهلا بكم إلى المشهدية، والآن إلى المشهد الثقافي. من الثوب الفلسطيني إلى الثوب الأردني، حكاية نساء عاملات امتدت على مدى حضارة مشتركة وهوية واحدة. يختلف التطريز من الألوان من مدينة إلى أخرى، إنما الحكاية تروى بروح عربية شرقية أصيلة. لذلك أحببنا في المشهدية الآن أن نجمع فلسطين بالأردن في حكاية الثوب التقليدي مع زميلتين مرهفتين لكل شيء جميل، لنا شاهين وهناء محاميد. لكم مساء الخير أولا لهنا لنا من عمان، وهناء رح تكون معنا بعد شوي لنا
على الهاتف لأنه عندنا مشكلة معه بالصورة، ما بعرف شو صاير. بس في كل الأحوال اليوم سنحاول أن نجمع ونفرق، يعني نجمع الأثواب التقليدية لأنه في كتير تشابه طبعا بين الثوب التقليدي الأردني والفلسطيني، بس أيضا نجرب نعرف ما هي ميزة كل مكان. لنا أولا، كيف كانت تجربة البحث عن الأثواب اللي خطيها؟ يعني هي تجربة فريدة بكل صراحة، يعني لانا بحثت طويلا، وان كان يعني الثوب الأردني هو متواجد في الأسواق، ولكن في هذا العصر الحديث وعصر التكنولوجيا يدخل كل ما هو الموضة، لذلك كان لابد من البحث عن الثوب الأصلي، الثوب التراثي. وسوف نرى في التقارير كيف أن هناك ثوبا يمتد عمره إلى 180 عاما و 120 عاما، وهناك أثواب لها عمر كبير جدا. دائما يكون الثوب التراثي ينتقل من جيل إلى جيل ومن الجدات إلى الحفيدات. صحيح. لذلك يكون هناك هذا الحفاظ عليه من الاندثار، محاولات لتعزيز الهوية والثقافة الأردنية من قبل المملكة الأردنية الهاشمية. هذا واحد من قبل وزارة الثقافة، لأن هناك العديد من المتاحف في الأردن والتي تحتوي على هذه الأزياء التراثية، ويكون هناك السياح إن كانوا من العرب وإن كانوا من الأجانب. ولكن كنت أبحث أكثر صراحة لنا عن سيدة أردنية تعتني بهذه الأثواب. لم أحبذ الذهاب إلى المتاحف، لذلك بحثنا ووجدنا السيدة ثائرة عربيات، وهي ابنة السلط. هذه السيدة تسعى بكل جدارة وبكل اقتدار، بكل ما في الكلمة من معنى، للحفاظ على التراث. هي تشتري هذه الأثواب. ما تحرق لنا القصة. ثمن الثوب هو غالي، والسيدة ثائرة هي يعني لا تقبل إطلاقا بأن تبيع هذه الأثواب. حرصها هو الحفاظ، الشراء هذه الأثواب من الجدات والحفاظ عليه، وذلك تحتفظ بهذا الكنز. هي تسميه كنزا، وهو بالفعل هو كنز. حمستينا كثير لنرى كيف كانت التجربة، وكيف يعني أنت جربتي هذه الأثواب، يعني ما حبيتي بس تتفرجي، جربتي وشفتيهم أيضا. بنشوف كيف كانت رحلة لنا شاهين في البحث عن جمالية وفرادة الثوب الأردني التقليدي. لكل مدينة أردنية ثوبها الخاص بها، وهو يتنوع بتنوع المناخ والتضاريس والجغرافيا. هذا الثوب الذي ارتديه الخلقة أو الخلقة هو خاص بمدينة السلط. تعالوا معي لنتعرف على كل ثوب لمدن الأردن. هاي الخلقة بيزيد عمرها عن 120 سنة. هذا القماش مأخوذ من دودة القز، يعني هو قماش طبيعي. بالنسبة لطولها وكمية القماش اللي مستخدمة فيه من 16 ل 22 ذراع حسب حجم العروس، لأنه هذا ثوب العروس للمرأة السلطية. طبعا بنحط له السفيفة على الخصر، وبيرتفع تيسير زي طول الدارة زي ما هي لابسة الأخت لنا، إنه بتصير في طيات حسب حجم العروس. هاي الطيات كانت تساعدها في حمل أغراضها لما كانت تطلع على الحصيدة. اللي قبل الخلقة اللي أنتم شايفينه اللي هو الدلق البلقاوي، الدلق اللي هو العشائر بدو الوسط، لكن بيختلف الدلق إنه هو شباقيات. الخلقة مأخوذة عن الدلق، يعني أنا الثوب اللي لبسيته 180 سنة وما يزيد، كمان عن 180 سنة. الخلقة لا، من 120 ل 130 سنة بلشت المرأة السلطية تعملها. كان قبلها اللي هو المدرقة، المدرقة السلطية اللي هي زي هاي المدرقة. طبعا هاي كمان المدرقة كثير قديمة، كانت تستخدم للحياة اليومية، للعجين، للغسيل. هذا الثوب الذي ارتديه هو ثوب مدينة معان، ويطلق عليه الثوب الهرمزي، وذلك نسبة إلى نوعية القماش التي يصنع منها هذا الثوب، وهو لابد أن يكون مرصعا بالفضة.
الفرق بين المرأة المتزوجة والمرأة غير المتزوجة؟ بالنسبة للصبية المش متزوجة أو الفتاة المش متزوجة كانت ترتدي الثوب بدون ألوان، لكن ترتدي تحتيه القميص الأحمر الأخضر، يعني على أساس يكسر حدة السواد. لكن لما تتزوج لازم يكون الثوب مطرز بالألوان الأحمر والخمري، الألوان التي تعطي جمالية، بالإضافة مثلا زي ثوب الكرك اللي أنا لابسيته كان يطرز بالبرق وبالخرز. أثواب الشمال بماذا تتميز؟ الثوب الشمال زي ما أنت لابسة هذا ثوب إربد، بيمتاز إنه القبة الواسعة، لازم تكون القبة واسعة وكان تلبس الدخل الشمبر فيه، بالإضافة إنها تلبس العرجة على رأسها. التطريز كان يأخذ من الطبيعة، طبعا في 5-6 أنواع على المناجم. في عنا كمان القطب الأردنية، طبعا هي القطب الأردنية تطرز عن طريق الطارة. الطارة يوضع بيت الحرير في بيت المكوك وتكون عملية الدرز هاي من جوا والدرزة بتكون من برا. في عنا الفناجيل وفي عنا العرجة زي ما أنتم شايفين الإشي المعرج. هذه الشياكة يا لنا بالأثواب الأردنية، أي ثوب أحببتي أكثر شيء؟ والله يعني كان كل شيء جميل صراحة، وهناك العديد أيضا من الأثواب لم أرتديها لأنه هناك العديد من المدن. بس أنت إذا بدك تختاري ثوب يعني مريح وهيك شو بتختاري؟ عجبتني الخلقة. الخلقة أو الخلقة أو باللغة الدارجة العامية الخلقة. نعم. كما رأينا يعني هي طويلة، تكون من طولها طويل جدا، نحن نتحدث حتى وأنا أرتديها بمساعدة السيدة ثائرة ليس بسهولة في مكان أنه ترتديها، حتى كنت أتساءل بيني وبين نفسي أنه هل من الممكن لو كنت لوحدي أستطيع أن أرتدي هذه الخلقة. جميلة، هي تصنع من الحرير. نعم. من دودة القز ولها استخدامات كثيرة. المرأة في الزمن الماضي تساعد زوجها في الحصاد. صحيح. أيضا ترتديها وتضع طفلها فيها، يعني لديها استعمالات كثيرة. أيضا أعجبني جدا لباس الرأس العصابة، تنوعت ما بين الشمال وما بين الجنوب وما بين البادية، ولكن هي بالفعل هي جميلة أن يكون هناك الحشمة. يعني اطلعت على جميع هذه الأثواب. نعم. لا تختلف من مدينة إلى مدينة، ولكن هو هناك قواسم، هناك قواسم مشتركة نتحدث خلال هذه الحلقة. في قواسم مشتركة أيضا كثيرة مع الثوب الفلسطيني، مع زميلتنا هناء محميد يلي كنا حابين نشوفها صوت وصورة. هناء مساء الخير، وأنت اخترتي مسار مختلف لتعرفين على الثوب الفلسطيني، وأحببت كثيرا يعني التركيز على حفظ هذه الهوية الفلسطينية من خلال الثوب، يعني المحافظة على الذاكرة والهوية. أخبرينا عن تجربتك برحلة البحث عن الثوب الفلسطيني. مساء الخير لنا صراحة، وأنا أيضا كنت أحب أن أكون معكم أيضا عبر الصوت والصورة وليس فقط عبر الصوت. على كل حال صحيح بأن الثوب الفلسطيني هو هوية تراثية يعني تحفظ تاريخ الأجداد، ولكن هو في خضم صراع سياسي حقيقي في الحاضر عمليا على الهوية الفلسطينية والذاكرة الفلسطينية. الحالة الفلسطينية تختلف عن أي مكان في العالم آخر في العالم، وبالتالي كل التقاليد الشعبية ومن بينها الأزياء الشعبية أيضا لها مكانة خاصة يجب حفظها وصيانتها بشكل متقن ودقيق جدا. نعم. وأيضا يجب أن تشاع بالعالم بشكل متقن ودقيق على أنها تراث فلسطيني وأزياء شعبية فلسطينية، لا سيما بأنه أنت تعلمين لنا بأنه الاحتلال الإسرائيلي لا يفوت فرصة حتى باستغلال هذه المنصة الفلسطينية. صحيح، ويسرق كل شيء يعني وينسبه إليه. صحيح، وينتج يعني هناك ماركات إسرائيلية تنتج ثياب تكون عليها بعض التطريزات أو قماش من شكل الكوفية الفلسطينية وما إلى ذلك، حتى يسمونها يعني عباية أو جلابية وإلى غير ذلك. ويعرضون أزياءهم على أساس أنها أزياءهم في أرجاء العالم وهي بالأصل فلسطينية. بالتالي هنا
هذه الحساسية وهذه النقطة المهمة جدا بالنسبة للثوب الفلسطيني. طب ما رأيك الآن أن نذهب هنا لنشاهد، أنت زرتي متحفا للأثواب الفلسطينية واستعرضت جمالية هذه الأثواب وفق كل مدينة فلسطينية، يعني بتختلف كثير الأشكال والتصاميم والألوان والتطريز وكل ذلك من مدينة إلى أخرى. نشاهد جولة زميلتنا هنا محمد. عندما نقول تراث فلسطيني، أول شيء تستحضره الذاكرة والمخيلة هو الثوب الفلسطيني المطرز، وهو من أجمل الأزياء الشعبية في العالم، وكل منطقة تتميز عن غيرها. فهنا مثلا شمال فلسطين، هذا هو ثوب كفر كنا، وثم الناصرة، يافا، وأما هذا فهو ثوب رام الله، يسمونه مردا. نواصل التجوال في الخريطة الفلسطينية وخريطة الأثواب الفلسطينية المطرزة حتى نصل منطقة القدس، وهنا يشرح لنا أكثر السيد بهاء الجعبي أمين متحف التراث الفلسطيني في القدس عن هوية هذه الأثواب. هذا ثوب بيت لحم، سموه ثوب الملك، وعليه تطريز الساعة والقوار على القبة، طبعا عليه الجاكيت اللي بسموه تقصيرة، وفي الخلفية هناك موجود الشطوة اللي هي غطاء الرأس أو الطاقية اللي كانوا يلبسوها. بعدها بننزل للجنوب أكثر، منطقة بيت دجن، بعدين منطقة الخليل، فعندنا الجلاية المفتوحة وعندنا الجلاية المغلقة. بعدين ننتقل لمنطقة رفح والنقب وغزة اللي فيه الثوب البدوي الأكثر المعروف، بئر السبع طبعا، يعني بئر السبع ورفح وغزة، وكمان بيمتد لمنطقة النقب واللي متداخلة كانت مع أزياء منطقة سيناء كمان. طب بماذا يمتاز مثلا ثوب بئر السبع؟ هذا الثوب الجميل جدا، فيه تطريز كثيف وفيه فضفاض، الأكمام حرة وبتقدر تشتغل بالرعي وبتقدر تشتغل بالحقل وبتقدر تجمع الحطب وبتقدر تشتغل بالبيت، فهذا عملي جدا بالنسبة لإلها. أهمية الثوب الفلسطيني تتجاوز مفهوم التراث الشعبي، فهو يرتبط بالهوية الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، كهذا الثوب مثلا الشاهد على المجزرة وعلى التهجير، هو ثوب الحج زينب سمور ام سعيد من دير ياسين، والتي لم تلبسه ابدا بعد النكبه. استاذ بهاء، وين جبتنا؟ هون في عندنا المخزن، احنا في عندنا اكثر من 300 ثوب، واحنا في المتحف نتعامل مع الثوب كوثيقة تاريخية بتعطينا معلومات كثير مهمة عن الحياة اليومية اللي كان عايشها الشعب الفلسطيني من خلال بس الثوب لحاله. زي هذا الثوب مثلا، هذا معروف انه هي ست متزوجة. هذا الثوب كيف عرفنا انه ست متزوجة؟ لانه انت شايفة هون القنباز، يعني جزء من قنباز الرجل موجود على كتافها. ممكن اغوص انا شوي؟ يعني هون فعلا رائحة تاريخ، الواحد بحس كنز تاريخي. صراحة أستطيع أن أجزم أنني تعلمت كثير الآن في هذين التقريرين، خصوصا الثوب الفلسطيني، كنت أعتقد أن لديه ربما شكلا معينا، إنما اكتشفنا معك هنا أنه في له ألوان مختلفة وجمالية، وهيدي الأكمام الواسعة. اختاري لنا ثوبا مثل ما سألت لنا نفس الشيء، اختاري لنا ثوبا أحببته أكثر يعني، أو تشعرين أنك ترتاحين به يعني إذا أردت. هو الثوب الفلسطيني فعلا مميز يعني، وهذا ليس تحيزا لأنه أنا فلسطينية، بس فعلا الثوب الفلسطيني جميل ومتنوع، ويصعب أن تختاري بين ثوب إلى آخر. يعني ثوب رام الله مثلا الأبيض عليه تطريز أحمر جميل جدا، ولكن أنا منحازة إلى الجنوب وبالتالي أختار ثوب بئر السبع. حسيت حبيتي كتير أنتوا عم بتصوري. شكرا. في الموضوع لنا أنه سيد بهاء الجعبي يقول لي بأنه
يشير الى بعض الاثواب ويقول هذا ثوب عملي وهذا لليوم يوم وانا فعلا كنت يعني في صدمه انه كل هذا التطريز وكل هذا الجمال وكل هذا القماش يعني للعمل ثوب عملي صحيح. اختار المردن من الجنوب من بئر السدا او شكرا جزيلا لك هناء محمد مراسلة الميادين طبعا وزميلتنا ايضا لنا شاهين مراسلة الميادين في عمان على هذه الغوص الجميل في عمق التاريخ من خلال الأثواب الأردنية والفلسطينية. الآن سنذهب إلى موضوع آخر مشاهدينا، هو موضوع يعنينا، يعني الميادين بشكل خاص ويعنيكم أنتم أيضا، لأن الميادين قررت اختيار هذا العام الرئيس التونسي قيس سعيد شخصية العام العربية، والرئيس نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي شخصية العام الدولية للعام 2019. اللجنة المعنية بهذا الاختيار عقدت اجتماعا، وكانت في طبعا هي سلسلة اجتماعات ترأسها رئيس مجلس إدارة الميادين أستاذ عصام جدو، عرضت خلالها الأسماء المرشحة وتم الاستماع إلى آراء أعضاء اللجنة حول الأسماء وطريقة الاختيار. وقررت هذه اللجنة تشكيل هيئة تعنى بهذه الفعاليات في القناة، واستقر الرأي في ختام الاجتماع على أن تختار الميادين كلا من الرئيسين التونسي سعيد والفنزويلي مادورو شخصيتي العام العربية والدولية لعام 2019. هيدا انا بحس بتكون الميادين عم تختار، نستطيع نحسب انه الميادين تختار، الميادين تختار شخصيتين، شخصيه عربيه وشخصيه دوليه لهذا العام، وان نفكر جديا في انشاء هيئه او مؤسسه تعنى بكل ما يتعلق بشخصيه العام وجداره الحياه وعمليات التكريم، ونفكر فيها العام المقبل. والنقطه الرابعه، هذا العام تختار الميادين ولا نذهب إلى التصويت، وبناء عليها لما اتفقنا عليه يمكن القول أن شخصية العام العربية التي اختارها الميادين عام 2019 هي بجدارة وبإجماعكم هي رئيس تونسي قيس سعيد، ويمكن الحسم أيضا بجدارة وبإجماعكم أن شخصية العام الدولية التي تختارها الميادين هي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وسيكون لدينا حلقة خاصة من المشهدية خاص الأسبوع المقبل، ليس هذا الأسبوع، الأسبوع المقبل، لنتحدث أكثر عن هذا الاختيار وعن سبب هذا الاتجاه لدينا في الميادين لهذا العام. الآن نذهب مشاهدينا فورا إلى المشهد أونلاين. في عالم اليوم نستطيع أن نجزم أنه لا يمكننا التخلي عن الواتساب، أصبح يدخل في مراسلاتنا اليومية ويشعل ثورات مثلا كما حصل في لبنان. الناس متعلقون بهذا التطبيق رغم ظهور تطبيقات أخرى للمراسلات المجانية، إلا أنه يبقى الأكثر استقطابا للمنتسبين. اليوم واتساب يتخذ إجراءات معينة تثير السخط لدى بعض المستخدمين ويحدث مثلا مبدأ الخصوصية في مكان آخر. سنسأل الآن عن مصير واتساب مع ضيفنا دكتور محمد بوحيدر المتخصص في تكنولوجيا المعلومات واستشاري أعمال. مساء الخير دكتور، أهلا بك معنا في المشهدية، تفضل. شو هالتطورات التي تحدث في واتساب؟ يعني اليوم أي شخص يفتح التطبيق بيشوف أولا صورة فيسبوك وبعدين ندخل إلى التطبيق، هذا عم بيأخر شوي الوقت للدخول إليه، لماذا هذا الإجراء؟ ما الذي يحدث؟ بالبداية تطبيق الواتساب هو إحدى الأدوات اللي صارت رائجة مؤخرا بعالم الاتصالات، وهو بيسمح بعملية الاتصال المباشر ما بين الأفراد وما بين المجموعات. بالعام 2014 شركة الفيسبوك اعتبرت أنه الواتساب صار منافس لها، خصوصا لتطبيق الماسنجر اللي عندها، وبالتالي اتخذت خطوة وقامت بشرائه بصفقة تعتبر الأكبر بتاريخه اللي هي 19 مليار دولار. يعني بوقتها قدروا أنه النازا كلفتها 17 أو قيمتها 17 مليار دولار، في حين الواتساب انباع ب 19 مليار دولار. وإذا منطلع على شركة الواتساب اللي تأسست فعليا فيها 55 موظف إداري و50 مهندس، فمن هون نحن بنقدر نقول قديش أهمية هذا التطبيق. طبيعي شركة الفيسبوك حصلت على هذا التطبيق
صار ينعمل فيه مجموعة من التطويرات. مؤخراً نحن بلشنا نلحظ عملية الربط وبلش يطلع عنا شعار الفيسبوك لما نحن نفتح هيدا التطبيق. هذا الأمر عم بيصير بعض الاستياء من المستخدمين، عم يتأخر التطبيق ليدخل. هل برأيك يعني هذا ممكن أن يسبب مشكلة فيما بعد يتم تغيير هذا الإجراء أم لا شيء عادي؟ نحن خلينا نوضح مسألة أهمية الاتصال وأدوات الاتصال. حاجة المؤسسات للاتصال بالزبائن وبالمتعاملين معها وحتى بمورديها هي حاجة جوهرية. أصل وجود المؤسسة هو اتصالها بالزبون. صحيح. والزبون طالما هو عم بيحدد متطلباته من المؤسسة وعم بيبلغها باحتياجاته، طالما المؤسسة وعلى اتصال مع المؤسسة هي قادرة أن تلبي احتياجاته وبالتالي تضل عم بيكون عندها زبون راضي. فخلينا نقول نحن لما المؤسسات عم تستخدم الواتساب يفترض استخدامها لألو ما يكون عبارة عن مكان لنحفظ داتا. هو طبيعي الواتساب سهل عملية الاتصال وسرع العملية، بمعنى إذا نحن هلأ المؤسسة بدها تتواصل مع زبائنها بتبعت إيميلات بالعادة اللي هو الأسلوب الرسمي المعتمد وبتنحفظ الداتا. إذا منروح نحن للإحصاءات يقال أنه بالدراسات أنه نحن إذا في مراسلة عبر الإيميل معدل الرد على الإيميل هو من 3 لـ4 أيام، بينما معدل الرد على مراسلة على الواتساب أو وسائل الاتصال السريعة هو من 3 لـ4 ساعات. وبالتالي صارت المؤسسة بدها تروح لوسائل أسرع تربطها بالزبون. رأيك أنا أرى ما هي مميزات الواتساب للبزنس يعني لقطاع الأعمال؟ نشهد. إذن اليوم الواتساب قرر أن يمنع من يستخدم الواتساب للأعمال من إرسال إعلانات. صح. صحيح؟ لماذا؟ صحيح. صار في عنده مشكلة الفيسبوك بتطبيق الماسنجر أنه صار في دخول على الخصوصيات. كما أنه منذ تأسيس الواتساب كان في سياسة عنده واضعينه أنه لازم تكون وسيلة اتصال سريعة وما فيها دعايات وما فيها أي نشاط تسويقي. واستمروا على هذا المنوال لحتى هلا نحن بنشوف الواتساب لحتى هلا ما في دعايه. بالواتساب بزنس عمدت المؤسسه الى مساله انه بتسمح بالاتصال لما الزبون يعمل يبادر لعمليه الاتصال بالمؤسسه. نعم. ساعتها المؤسسه بتقدر تتواصل معه وتبعث له مراسلات وتبعث له ردود، بس مش هي تقوم بهذا بالضبط لانه لحتى لانه صار تحدي قديش الابلكيشن بيكونوا المستخدمين مرتاحين بالتعامل معه. صحيح. وكلنا ما بنرتاح لما يصير يطلع عنا دعايات كثير. شكرا جزيلا لك دكتور محمد ابو حيدر على هذه الاضاءه على عالم الواتساب، متخصص في تكنولوجيا المعلومات واستشاري اعمال. مشاهدينا بدأت تكون المشهديه قد اكتملت لهذه الليله. غدا سنلتقي بكم في المشهديه خاص، لدينا حلقه مع المخرج والممثل الامريكي شون ستون، نتحدث اكثر عنه، عن حياته، عن اعتناقه للاسلام وعن كثير من القضايا في عالمنا. فإذا تابعونا الحلقة ستكون شيقة للغاية، نعدكم بذلك. اكتبوا لنا على حساباتنا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستغرام، وإلى اللقاء.